أظهر استطلاع للرأي لصحيفة نيويورك تايمز أن المنافسة لا تزال محتدمة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية الديمقراطية كاملا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في الولايات المتحدة السبع الحاسمة قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية. وخلال مؤتمر انتخابي في ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات المتأرجحة، وصف ترامب استطلاعات الرأي بالمزيفة، حيث أظهر استطلاع تقدم لهاريس في ولاية أيوا وتقدم طفيفا لهاريس في نيفادا ونورث كارولينا وويسكنسون، بينما تقدم الرئيس السابق ترامب في أريزونا، وتنافس الاثنان بشكل متقارب في ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا. كما أظهر الاستطلاع أن نحو 40% من المشاركين فيه أدلوا بأصواتهم بالفعل، وأن هاريس تقدمت بين هؤلاء الناخبين بثمان نقاط مئوية، بينما تقدم ترامب بين الناخبين المحتملين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد. Now we go, where the hell is Biden? Where's Joe? You know, when you think they just stole the election, it was just, they walked in, they said, you're out.